أنباء عن بدء الجيش العراقي عملية عسكرية لاسترداد الرمادي من داعش. مصر تفتح معبر رفح اليوم وغدا استثنائيا لعبور العالقين. والموجة شديدة الحرارة تصل ذروتها اليوم، والأرصاد تحذر من أشعة الشمس. الموجز الإخباري يأتيكم من أنهار اليوم، أهلا وسهلا بحضراتكم. نبدأ من العراق، حيث ترددت أنباء عن بدء الجيش مدعوما بقوات من الحشد الشعبي عملية استرداد الرمادي من قبضة تنظيم داعش. وقالت مصادر إن هيئة العمليات المشتركة بالجيش العراقي أعطت الضوء الأخضر للدخول بريا من الناحية الشرقية للمدينة. يذكر أن داعش سيطرت على الرمادي مركز محافظة الأنبار، إحدى كبرى ثلاث محافظات بالعراق بعد بغداد والموصل. استنفت طائرات التحالف العربي الذي تقوده السعودية قصف مواقع الحوثيين في تعز جنوب غرب اليمن صباح اليوم. واستهدف القصف منتزه زايد بجبل صبر الذي حوله الحوثيون إلى معسكر لهم، وموقع العروس الذي استولوا عليه قبل أيام. قالت مصادر إن رئيس الوزراء إبراهيم محلب سيعقد اجتماع حكومته اليوم بدلا من الأربعاء بسبب سفر محلب غدا إلى عمان لحضور اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن. من المنتظر أن تناقش الحكومة الاستعداد الجاري لتأمين الاحتياجات الأساسية من السلع الأساسية قبل حلول شهر رمضان المعظم، بالإضافة إلى متابعة موقف المشروعات المتوقفة التي طالب مجلس الوزراء بحصرها للانتهاء منها. كان محلب أكد في كلمته خلال المنتدى المصري الروسي أمس عمق العلاقات المصرية الروسية، وأشار إلى أن إنشاء صندوق استثماري بين البلدين نقطة انطلاق جديدة بينهما تفتح آفاقا جديدة للاستثمارات المتبادلة. هذا هو الوقت لأن نبني قوة اقتصادية، قوة اقتصادية في بلد خلقه الله في قلب العالم، في قلب اليابسة، في الوسط. وسطية هي مصر، وسطية في كل شيء، وسطية المناخ، وسطية الجغرافيا، وكتبت التاريخ. فالحقيقة الفرص رائعة. اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري أن لقبائل ليبيا دورا مهما في دعوة الشباب لترك السلاح وتحقيق الاستقرار في هذا البلد. وأضاف شكري خلال مؤتمر القبائل الليبية في القاهرة أن أمام الليبيين فرصة لإنهاء الانقسامات، منوها بأن القاهرة لن تتوانى عن دعم أشقائها في ليبيا. على ثقة بأنكم تدركون أن مسؤولية تاريخية تقع على عاتقكم، وأن أمامكم فرصة لوضع لبنات الاستقرار والوئام المجتمعي في ليبيا الشقيقة بما يوفر البنية الصحية لأبنائكم وأحفادكم للتمتع بحياة كريمة ينعم فيها المواطن الليبي بخيرات بلاده وبأمنها ويشارك في صنع مستقبل مشرق لها. السادة الحضور، في النهاية أود أن أؤكد أن مصر لن تتوانى عن دعم أشقائها الليبيين. فتحت مصر اليوم معبر رفح الحدودي من جانب واحد لعبور العالقين باتجاه قطاع غزة. وتواصل مصر فتح المعبر اليوم غد من الجانب المصري فقط بصورة استثنائية. جدير بالذكر أنه تم إغلاق معبر أو ميناء رفح البرية عقب حادث الاعتداء على قوات الأمن في كمين كرم القواديس في 24 من أكتوبر الماضي، إلا أنه يتم افتتاحه استثنائيا للحالات الإنسانية وإدخال المساعدات. بدأت اليوم الإدارة العامة للمرور التشغيل التجريبي للكاميرات ذات تقنية تحرير المخالفات المصورة إلكترونيا في جميع تقاطعات شوارع العاصمة. وهبت الإدارة قائدي المركبات الالتزام بالإشارات الضوئية والعلامات الإرشادية ووضع اللوحات المعدنية في أماكنها المخصصة لها على جسم المركبة.
تبلغ الموجة شديدة الحرارة التي تضرب أنحاء من البلاد اليوم وغدا ذروتها. وفي تصريحات خاصة للنهار اليوم قال الدكتور وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، قال إن مثل هذه الموجات معتادة مع اقتراب الصيف، ونصح بتجنب أشعة الشمس خلال النهار. الموجة دي بدأت يوم الأحد ومن منتظر أن تستمر حتى يوم الأربعاء بارتفاع آخر في درجات الحرارة، تصل ل 44 درجة يوم الأربعاء كدرجة حرارة عظمى على القاهرة، ثم تنكسر هذه الموجة اعتبارا من يوم الخميس بانخفاض من 7 إلى 8 درجات توالي درجات الحرارة انخفاضها يوم الجمعة والسبت. يعني اعتبارا من النهاردة ولغاية يوم الأربعاء الطقس السائد شديد الحرارة خلال ساعات النهار، يميل للحرارة أثناء الليل، وانخفاض الرؤية بسبب الشوائب العالقة في النهار. أما بالنسبة لسرعة الرياح تصلح للقيام بكافة الأنشطة البحرية. ختام الموجز إلى التذكير بالعناوين. أنباء عن بدء الجيش العراقي عملية عسكرية لاسترداد الرمادي من داعش. ومصر تفتح معبر رفح اليوم وغدا استثنائيا لعبور العالقين. والموجة شديدة الحرارة تصل ذروتها اليوم، والأرصاد تحذر من أشعة الشمس. ولمتابعة هذه الأخبار وغيرها من كافة أخبارنا يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت وعنوانه النهارلايف.net، كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الظاهرة على الشاشة، ومن بينها فيسبوك وتويتر وإنستغرام ويوتيوب. لقاءنا التالي بعد حوالي ساعة من الآن مع موجز آخر إخباري جديد. إلى اللقاء.